وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من الجزائر أيضا، يقول بعض الناس يطعن في الشيخ وصي الله عباس، يقول إنه يثني على جمعية إحياء التراث. أنا ما أعرف عن الشيخ وصي الله عباس إلا كل خير، ما علمت عنه إلا كل خير، رجل سلفي وسني وأثري، وكونه يعني يقع في الخطأ قد يقع في الخطأ هو وغيره وأنا وغيري، أما أنه يثني على جمعية إحياء التراث أنا ما أعلم هذا، ولا أظن ذلك بالشيخ وصي الله عباس، وإن حصل منه فلا أظن أنه يعلم إحياء التراث. أما الشيخ وصي الله فسلفي.